السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطلع عليكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي اسأل طبيب. مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين، يسرنا نجدد لقائنا معاكم في حلقة بنتكلم فيها عن علاج التيجان والجذور، بنجاوب فيها على استفساراتكم من خلال ضيفتنا بالاستوديو. فاصل ورد لكم. مشاهدينا، توجد أعصاب الأسنان في لب الأسنان الذي يوجد في الجزء الداخلي من القنوات الجذرية، وقد تتعرض أعصاب الأسنان وجذورها للإصابة بالالتهابات عند الإصابة بتسوس الأسنان وعدم الاهتمام بعلاج هذا التسوس، فإنه يتخطى الأسنان ويصل إلى الجذور بسبب الإصابة بأنواع معينة من البكتيريا أو الجراثيم. وعند حدوث التهاب العصب يشعر الشخص المصاب بألم ووجع شديد في الأسنان، وخاصة بعد تناول المشروبات الباردة والساخنة أو تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات والحلويات، وتعتبر هذه الآلام من العلامات المؤكدة على وجود التهاب في الأعصاب. وقد تؤثر هذه الالتهابات في كثير من الحالات في منطقة اللثة، ويظهر ذلك من خلال حدوث انتفاخات وأورام في منطقة الشفتين والخد. وقد تصل البكتيريا المسببة للالتهابات للعظام، مما يسبب حدوث ألم شديد، ويساعد العصب السمني بالإضافة إلى الأوعية الدموية الدقيقة في الحفاظ على قوة الأسنان وصلابتها ونموها خلال الفترة التي يتكون فيها السن. خلونا نشوف هالتقرير بعد قبل ما نتوسع في الحديث. الأسنان هي جمع مفردها سن، وهي عبارة عن أجزاء صغيرة الحجم تكون على شكل تراكيب شبه عظمية. وتعد الأسنان من الأجزاء المهمة جدا، فهي تعطي للإنسان الشكل والمظهر الجميل، كما أن لها دور كبير في عملية الهضم، حيث تقوم بتقطيع الطعام ومضغه، كما أنها تساعد أيضا على النطق، حيث تساعد في نطق الحروف بشكل سليم. ويولد الإنسان دون أسنان، وتبدأ بالظهور بالأسنان اللبنية وعددها تقريبا 20 سن، وهي تنمو في سن مبكرة وتحديدا عند سن 6 شهور، وبعدها تتساقط هذه الأسنان في سن 6 سنوات، وتنمو مكانها الأسنان الدائمة وعددها 32 سن، إضافة لأضراس العقل وعددها 4، وهي تظهر في عمر 18. وتتنوع هذه الأسنان وتصنف حسب وظائفها، فمنها القواطع وهي الثنائية والرباعية والأنياب والضواحك، وتسمى أيضا النواجد، والأضراس وتسمى الطواحين. مشاهدينا، بتكون معنا اليوم الدكتورة أسماء عبد الحميد، أخصائي علاج التيجان والجذور. مساك الله بالخير دكتورة، مرحبا فيك في استوديو سأل طبيب. طبعا سامحة بس مشاهدينا، يسرنا نستقبل اتصالاتكم والإجابة عليها على الأرقام المبينة أسفل الشاشة. دكتورة، في البداية بس لو نتكلم عن تركيبة الأسنان أو تكوين الأسنان. التكوين التشريحي للأسنان بيكون زي مثلا هنا الموديل موضح، عبارة عن كذا طبقة، هي من بره السن يبان كده كراون أو التاج والجدر مش باين، لكن لو جينا أخذنا مقطع كده في السن يبان إنه عبارة عن طبقة خارجية وهي المينا اللي بتحمي الأسنان، وبعدين طبقة 2 الداخلية وهي العاج، ودي طبقة بتحمي العصب، وبعدين قنوات داخلية موجود فيها العصب، والعصب بيكون عبارة عن أوعية دموية، أعصاب موجودة من العصب الرئيسي بتدخل من العصب موجودة في آخر الجدر وتدخل على الداخل تغذي السن، والسن كامل موجود في العظم. نعم دكتورة، طبعا احنا نسمع عن التهاب العصب أو مشاكل العصب، والناس تتوجه لأطباء الأسنان لعلاج هذه المشكلة، فشنو أسباب التهاب العصب أو ما هي مشاكل العصب اللي قد تطرأ على الإنسان؟ الأسباب علاج أسباب يعني التهاب العصب كتير. أول حاجة التسويس، يعني مثلا لو بصينا هنا هنلاقي إن العصب موجود في مكانه بس حصل سوس، السوس دخل في المكان الموجود فيه العصب. مشكلة العصب عصب السن انه غير بقية الاعصاب الموجودة في الجسم، غير قابل للتجديد، ما ينفعش يجدد نفسه بنفسه لانه الفتحة بتاعته من تحت ضيقة جدا، فمجرد ما تدخل البكتيريا جوه خلاص لازم كل الانسجة اللي موجودة في القنوات دي تتشال، وبعدين داخل بقى نبدأ عملية التنظيف.
دكتورة، اللي يعاني من مشاكل أو التهابات في الأسنان مثل اللي الحين شرحتي لنا، شو الأعراض اللي تظهر على المريض؟ والله الأعراض متفاوتة. لو إحنا لسه في الأول والعصب لسه حي وبس، مجرد هاي المنظر، يعني هاي المنظر فقط، العصب موجود والسوسة قريبة، بيجي المريض بألم شديد مع البارد، حتى يقول دايما مش مستحمل الاي سي، المايه البارده مش قادر استحملها، دايما في مشكله مع البارد. بعد كده المريض ساب السن مع عالجه، نيجي بعد كده يحصل ان العصب اللي موجود جوه البكتيريا الدش ويحصل تحلل، فالعصب يموت، وبعدين يبدا يطلع يعمل صديد تحت، هنا ما بيبقاش مؤلم، شوي شوي يبدا الصديد يزيد، يبدا المريض يحس بتورم، تورم، الم فظيع، مش قادر ينام من كتر ما الصديد موجود داخل. يبقى هو بيتدرج من اول الم في البارد، بعدين ما فيش الم خالص، بعدين انتفاخ والم شديد وصديد. طبعا دكتوره احنا بندش في التفاصيل لعلاج هذه المشكله، بس دكتوره اذا وقفنا عند، هل هناك امراض قد تسبب هذه المشكله، يعني امراض اخرى قد تزيد من فرصه الانسان انه يكون عنده مشاكل في العصب؟ احيانا التكلسات، يعني المريض اللي بيبقى عنده زي الحصوات، المريض اللي جسمه قابل للحصوات انه يعمل حصوات، دايما تلاقي عنده حصوات في العصب، يعني بتبقى موجوده دايما هنا في المسافه، في المساحه دي. لو العصب، لو التكلس زاد يضغط على العصب يعمل كده، دي قليله قوي يعني. ممكن لو المريض اللي عنده دايابيتس او سكر، بيبقى مناعته ضعيفه ونشاط البكتيريا عنده عالي، فبتبقى النتيجه ان اي مشكله في العصب ما بتتحلش وبيزيد فرصه الالتهابات مع التسويس، يكون اكثر عرضه من غيرها. طبعا خصوصا ان العظم بيبقى ضعيف والسن بيبدا يتخلخل من العظم مش من العصب، وبعدين ياثر على العصب. دكتوره، لو نتكلم عن الاسباب او عوامل الخطر، عوامل خطر الاصابه بهذه المشاكل، ان كان التهاب في الاسنان او مشاكل في العصب، اسباب يعني الالتهابات، ممكن اللثه. اللثه من احد العوامل الرئيسيه اللي بتسبب التسويس، لان اللثه فين؟ اللثه هنا. لو حصل هنا التهاب في اللثة، أهو التهاب في اللثة، يخش على تسويس السن ومنها على طول على العصب. أو الشروخ، أحياناً المريض بيجز على أسنانه كتير، بالذات اللي بيلعبوا رياضة في الجيم، يجز على أسنانه كتير، مش الحديد ومش حاطط أي وقاية، بيجي في الآخر بسنانه كلها شروخ، شرخ 2-3، والشرخ بيوصل للعصب، السنة بتبقى بنقول عليها ساوند، يعني ما فيهاش ولا سوسة، وللأسف بنفتحها على العصب. الخبطات برضو من أحد الأسباب الرئيسية. بالنسبة لنظافة الأسنان دكتورة، إيه نظافة الأسنان؟ هو لو ما نظفش أسنانه يحصل التهاب لثة على طول، يعني تنظيف الأسنان من الحاجات الرئيسية. أحيان كتير بيجوا المرضى من فوق السن كويس قوي، من الجنب كله مساوس، بقول لهم دايما انت ما بتنظفش اسنانك، ما بتعملش الفلوس. فالتسويس بيجي منين؟ من داخل، من عند اللثه. ولازم طبعا يتابع مع طبيب اسنان بشكل دوري. لازم يعمل اشعاعات بصفه مستمره، انه احنا مش بنشوف من فوق، هو بيبان في الاشعه من كتر ما هو هيدن، ما بيبانش. فدكتوره طبعا يمكن هاي ياخذنا لسؤالنا الاتي، احنا نبي نتكلم عن اهميه الوقايه وطرق الوقايه وطرق التفريش بطريقه صحيحه، بس لو نقف دكتوره عند اهميه التشخيص المبكر، يعني احنا قلنا انه ممكن ان بعض الأعراض قد لا تكون موجودة، يعني قد يكون في البداية عنده ألم بسيط، أو بعدين لما يصير الصديد قد الألم يختفي وبعدين يصير تورم. فمتى الشخص لازم يتوجه حق الطبيب، وما أهمية التشخيص المبكر لهذه المشكلة؟ يعني هو المفروض أنه التوجه لدكتور الأسنان من 3-4 شهور للمريض مثلا اللي بيعمل تقويم، أو المريض اللي عنده سكر، أو الطفل، اللي هم أكثر عرضة للمشاكل. المريض العادي بني ادم الطبيعي ممكن 6 شهور لازم يعمل ريجولر تشيك اب، يجي يشيك، يعمل تنظيف لثه، كحت للثه، بنشيك، احنا بنعمل اشعه بانوراما، بنشوف هل في تسويسات احنا مش شايفينها. تمام. تاني حاجه، لو هو عارف انه بيجز على اسنانه، بيعمل رياضه او بيجز وهو نايم او عصبي، لازم يحط وقايه لاسنانه، لازم يحطها، مش لازم ما يستناش لغايه لما تحصل المشكله وبعدين يبدا يدور على العلاج. صحيح. دكتورة، هل في فئات عمرية أكثر عرضة للإصابة بهذه المشاكل؟ إن كان فئات عمرية يعني أطفال أو كبار أو نساء أو رجال؟ الأطفال أكثر ناس، أكثر ناس بيقولنا، لأنه السن صغيرة قوي، فالسوسة منها
للعصب على طول. وبعدين هم كمان بياكلوا كتير حلويات. وفي مرحله بيبدا يبقى في مسافات بين الاسنان لان الفك بينمو والسن نفس الحجم. فبتبقى النتيجه ان الاكل بيخش جوه، هو مسكين طفل ما بيعرفش ينظف. فبنلاقي بقى طبعا تسويسات، والتسويس على العصب على طول بتبدا بقى المشاكل. دايما الاطفال هم اكتر ناس بيبقى عندهم مشاكل. طبعا دكتوره، يعني من ما انت قلتي اطفال، احنا نذكر واحنا صغار يعني نخاف ان نروح طبيب الاسنان. يطلع طبيب الاسنان كشخص شرير وعنده ابره طول والله حتى احنا كبار يعني. حتى احنا كبار. فدكتوره، نبي نتكلم عن مراحل العلاج. الحين تم تشخيص المشكله، سواء كانت يعني مشكله في البدايه او وصلت الروت وصار في صديد، شنو هي مراحل العلاج من اذا كان التشخيص في البدايه او التشخيص في مرحله متاخره؟ لو هو في الاول خالص لسه يعني بس مجرد التهاب بسيط نتيجة تسويس، يعني سوسة ما وصلتش للعصب، بس بننظف العصب ونحط طبقة وقاية على العصب، يعني مش بنعمل علاج عصب، بس طبقة وقاية وحشوة. That's it، خلاص. بيجي له ألم يوم أو اتنين وخلاص. وبس تتابعونها يعني. ونتابع. لو بس هو في الأول خالص. وفي مرضى كتير بيجوا في المرحلة دي. وبعدين في بقى المريض التاني اللي بياخد المسكنات. اللي بيجي بقى في مرحلة بعد يفضل ياخد مسكن لغاية لما يقول لي أنا باخد 3-4 مسكنات ومفيش حاجة جايبة نتيجة. ده بنفتح علاج عصب. ندي بنج وبنبدأ نفتح العصب، فتحة بنعمل فتحة كده نوصل لغاية العصب هنا، ونبدأ بقى مرحلة تنظيف القنوات العصبية. تنظيف القنوات العصبية بنسحب العصب من القنوات، بنعمل غسيل بالموجات فوق الصوتية، تعقيم كويس جدا بالحرارة بالليزر، وبعدين نبدأ نعمل حشوات للقنوات دي. خلاص هي بقت فاضية، لازم يتعمل لها حشوة وإلا البكتيريا تنمو تاني. فلازم نعمل حشوة من فوق لغاية آخر الجدر، وبعد كده نعمل حشوة من برة، وبعدين التلبيس من فوق زي ما أنا جايبة هنا مودلز فيها تلبيس. دكتورة، كم جلسة يحتاج تقريبا علاج العصب؟ في المرحلة الأولانية لو جاء في الأول خالص يعني ما فيش مرحلة الصديد، One hour. بيخلص كامل. لكن في بقى اللي بيجي في المرحلة المتأخرة اللي هي فيها صديد تحت، دي للأسف أبدا ما ينفعش يخلص في جلسة واحدة، لأن لازم أدوية تتحقن من برة لجوه عشان نضمن أن العظم نظيف، وبعدين نبدأ نقفل. وكلش كثر تقريبا يحتاج أنه ينطر علشان يسوي الجلسة اللي بعدها؟ حسب الحاله، بس مو يعني اغلب الحالات بتبقى 7 ايام. ايه، لان الدواء اللي بيتحط بياخد حوالي من 7 ل10 ايام. يعني كل اموره اوكي بيجي بعد 7 ايام. دكتوره، الحشوه شنو مكوناتها؟ يعني انت لما تحشين الداخليه اللي جوه هنا، اللي سواء كان في البدايه او حتى بعدين لما تحشينها كامل، لما تضطرين تشيلي العصب، شنو تكوينها؟ حشوه الجدر حاجتين. حاجه اسمها السيلر او الدواء، او يعني الدواء اللي بيتحط، حاجه سائله، وجزء صلب بلاستيك. البلاستيك اللي بيستخدم بلاستيك حراري، بنسخن البلاستيك بطريقه معينه لدرجه حراره معينه، وبيتحقن داخل القنوات، ومع الحقن بنحط معاه اللي هو السيلر او المطهر اللي بيدخل بقى في الحتت الصغيره عشان ينظف ويحافظ على البكتيريا، ما بقاش فيه اي بكتيريا ولا اي حاجه. بعد كده بنحط من فوق حشوه ليزر، هي اللي بتقفل السن من بره. بعد كده التلبيس. والتلبيسه شلون دكتوره تحطونها؟ يعني كلمينا اكثر عنها. ايه التلبيس، انا عندي مثال هنا للتلبيس. يعني مثلا لو فرضنا ان ده سن بعد ما عملنا له عصب، بنعمل له برد شويه، وبعدين بناخد قياسات نبعتها للمعمل، وبعد كده المعمل بيجيب لنا غطا. غطا زي ده كده بيتحط على السن اهو كامل، والمريض بيقدر ياكل عليه عادي جدا. لان مشكله الضرس اللي معمول عصب انه ما فيهوش حياة. ما فيهوش حاجة تديك ألارم إن خد بالك أنا عندي سوسة تانية، خد بالك أنا أنت أكلت حاجة ناشفة وحتوجعني. ما فيش. وبعدين بيبقى عامل زي الإزاز، أي حاجة صغيرة يعني بذرة جوافة زي ما بقول لهم دايما تكسره. فلازم يكون يحاسب أكثر يعني بعد. لا يعني لازم تعمل له غطا. لازم. بس التلبيسة دكتورة تكون بس شكل، ولا يعني ممكن إنه يظهر عليها بعد مشاكل؟ قصدك بعد كان حسن طبيعي ايه بعد تركيب التلبيسه؟ لا، بيحصل مشاكل احيانا حسب بقى التلبيسه اللي متركبه. يعني اولا نوع التلبيس، الخامه، يعني الخامه دي في خامه بتبقى كلها بيضه زيركون، دي من احسن الخامات. وفي خامه قديمه شويه من جوه معدن ومن بره بورسلين، هاي ما حد بيستخدمها دلوقتي لانها شويه بتعمل مشاكل في اللف. ثانيا التلبيسه لازم تكون قافله كويس على السن، قافله من كل الجهات. لو اي فتشه صغيره بيجي المريض بعد سنه او سنتين
يشتكي انه حصل لي الم تحت، وطبعا البكتيريا تدخل تبوظ علاج العصب اللي احنا مسويينه. يلا عيد علاج العصب من الاول وعيد كل شيء. دكتورة، ولو مثلا المريض اهمل علاج المشكله، شنو المضاعفات اللي بتترتب بعدها؟ بداية من الانتفاخات الى ان بيحصل حاجه اسمها كيس صديدي كبير، سيست او انفكتد سيست، كيس صديدي كبير، ودي يعني مشكله كبيره لانه احيانا ما بنعرفش نشيلها، بتبقى كبيره جدا. هنا مثلا او هنا او هنا، قريبه من الجيوب الهوائيه، هنا في جيوب هوائيه او قريبه من العصب، يفضل تكبر تكبر، تاكل في العظم تاكل في العظم لغايه ما تبقى كبيره قوي. لو شلناها ممكن نكسر الفك، فبنضطر نحول عمليات يعني جي اي اللي هي بنش كلي كامل، مش مجرد في العياده يتعمل. طب ليه؟ ممكن ان تتعامل تعالج من البدايه. صح. ترى في عندنا اتصال، ناخذ اتصال نكمل الحديث. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. من معنا؟ معكم ابو احمد. هلا ابو احمد، تفضل دكتوره تسمعك. حبيت اسال الدكتوره. اي نعم. عندي سن من الاسنان الاماميه كان مكسور بالنص. اوكي، وقمت اجريت له تلبيسه بعد ما نزعنا العصب منه. نعم. ولكن بعد ما انتهينا بعد ما انتهينا من التلبيسه اللثه الفوقيه اصبحت مرتفعه. مع العلم ان مضى يعني سنه كامله على هذا التلبيسه. السؤال، هل نتوقع ان في خلل في التلبيسه؟ حسيت ان اللثه بدات ترتفع؟ ترتفع، اي نعم. اوكي، مكان التلبيسه فقط ولا كامل الاسنان الاماميه؟ الضرس الاسنان الاماميه ضرس واحد منهم مكسور. لا هذا ايه؟ من ذي بس مكان السن اللي ركبوه بدا يرتفع. اي هذا هو. اوكي، ان شاء الله. راجعنا هذا عقب سنه، راجعنا الطبيب له. اي مع الوقت راح تتعدل. بس السؤال، اذا في خلل في التلبيسه هل اقدر ابدل التلبيسه او اعدلها؟ عندك اي اعراض ثانيه، مشاكل ثانيه، الام في الضروس اليمها يعني؟ عندي الحين عقب ما سوينا التلبيسه الاحظ اذا فرش اسناني كلها يعني نزيف في اللثه. نزيف، كلها نزيف في اللثه. اي نعم. هل عمل علاج عصب قبل التلبيس؟ سويت علاج عصب قبل التلبيس؟ شالوا العصب صح؟ قلت قال انه اي عالج اي شالوا العصب. اي خلاص ان شاء الله. إيه هي مشكله انه التلبيس اللي هو سواه مفهول، يعني في مشكلتين. اول حاجه انه مش مقفول كويس، يعني هنا مثلا لازم يكون ما فيش مسافه بين الكراون وما بين اللثه. هو لا، هو من الاول كان عنده فتشه صغيره مش باينه، الفتشه دي جمعت اكل وكانت النتيجه ان اللثه بدات تلتهب، حصل نزيف، بدات تترفع لفوق، كل يعني رد فعل طبيعي للثه انها تبدا تنكمش لان في بكتيريا هنا، فتبدا ترفع تترفع تترفع وتبعد. الحل الصح انه يشيل التلبيسه دي تماما وينظف كويس قوي تحت السن، وبعدين يعيد التلبيسه بخامه جيده. لازم يكون الخامه اللي بيستخدمها خامه جيده، ما يكونش فيها معدن من الداخل. ممكن يكون حضرتك سويت التلبيس اللي فيه معدن، وممكن يكون كان فيه فتشه من الاول في التلبيس، فلازم تعيد التلبيس، ملهاش حل تاني بعد ما تعمل تنظيف لثه. يعني ننظف لثه كويس قوي وياخد ادويه وبعدين نبدا نعمل شغل جديد. احنا ننصح اخونا ابو احمد انه يتوجه حق الطبيب على اساس انه يشوف شنو خياراته. ايه بس دكتوره، انت تفضلتي وتكلمتي عن وجود معدن. احنا سمعنا في الاونه الاخيره ان اللي مسوين علاج عصب وعلاج التسوس في مثلا السبعينات والثمانينات طلبوا منهم انه يرجعون عشان يغيرون نوعيه ال ما اعرف المصطلح بالعربي الامالغم اللي هو الممالغم. شنو هذه المشكلة وليش يعني إيه؟ شنو آخر الدراسات اللي بينت إن طلبوا منهم تغيير؟ آخر دراسات قالت إن الحشوات دي بيكون المفروض تكوينها فيها زيبق. نعم. وفيها فضة، فضة وزيبق بيتفاعلوا بطريقة معينة. أثبتوا إن الحشوة الموجودة طول ما هي موجودة داخل بتطلع زيبق وفضة، بتطلع يعني الزيبق والفضة لما يتفاعلوا مع بعض بيطلعوا مواد كيميكالز بتفضل تطلع على اللثة وفي جسم المريض. أثبتت الدراسات إن في مشاكل كتير جدا، كلية، مشاكل في النظر، مشاكل أمراض دم، ولما عملوا دراسات لقوا إن ممكن يكون أحد الأسباب هو الـ يعني خروج المواد المستمر من أسنان المريض. هو ما بيبقاش عامل واحدة، بيبقى عامل 4 5 6. فلما تقعد 4 5 6 كل واحد فيهم بيطلع كل يوم لمدة مثلا 10 سنين،
لازم هيقصر. فدلوقتي الاتجاه الجديد ان احنا بنغير جميع الحشوات القديمه دي ونحط فيها حشوات الجديده اللي هي حشوات الليزر. ده نوع من انواع البلاستيك او نوع من انواع الرزن ما فيهوش اي مواد معدنيه تماما وبيتغير ويتعمل حشوات جديده بيضاء لونها كويس. دكتوره، في بعض الاشخاص اذا يعانون من مشاكل في الاسنان يلجؤون للعلاجات المنزليه، ايش رايك في هالمقوله؟ انا لا ارجح ولا اؤمن بالعلاجات المنزليه ولا نوع من انواع العلاجات خالص، بالعكس. ده هو احيانا يجي هنا مثلا يقول لي انا كان عندي الم هنا في اللثه فحطيت مسمار اللي هو القرنفل، اجي الاقي الحته دي كلها محروقه، ألسر متكون، القرحه. طب يعني ممكن تيجي لزياره دكتور السنان وهو هيديك جل ممكن ينظف لك اللثه ممكن، او ان هم يبقى عندهم التهابات وياخدوا مضاد حيوي من نفسهم. نعم، دي بدون استشاره الطبيب، او يكون مؤلم ويطحنوا البنادول او الاسبرين ويحطوا على جنب السن. والله ما بيجي النتيجه الا لو في مشكله في اللثه واول مره، بس ثاني مره بيعمل حرق على طول. احنا معدتنا من مؤيدين المسمار كانت تقول انه يودي الالم. نصيحتنا لك لا مريم، لا 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 تسوي. نعم اتصل دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. من معي؟ مرحبا. معالي معاك. هلا اختي معالي، تفضلي حبيبتي. انا ابي اسال الدكتوره عن التلبيس. انا صار لي سنتين تقريبا سوية تلبيس حق اسناني. في حاله يتغير لونه يعني هل يتنظف ولا شنو الحل؟ ان شاء الله بتجاوبك الدكتوره. هي سوت شنو؟ سوت تلبيسه من سنتين ولون التلبيسه تغير. تغير. فهل في يعني شنو ممكن تسوي على اساس تخلي هي مفروض مفروض ان لون التلبيسه ما يتغير. فبرضه ده دليل ان الخامه مو بزينه. التلبيسه الجيده لونها ما بيتغيرش ابدا ابدا. لكن كده حضرتك لازم تروحي تغيري التلبيسه. تنزليها وتشوفي شنو تحتها، لان احيانا بيكون من كتر ما حصل تسويس تحت التلبيسه كمان يعطي كونتراست، يعطي كونتراست ويغير اللون. بس برضو المفروض انه لونها ما يتغير. هي واضح انه نوع لون نوع التلبيسه شيخه مو بعدل، غيريها افضل. بدل ما يدمر لك السن اللي فوق. دكتوره طبعا جانا سؤال من الكنترول عن تغيير لون اللثه خاصه مع التلبيسات، قد يصير لون مثل اسوداد او لون اخضر في اللثه، فما سبب هذا التغيير في اللون؟ السبب ان حاجتين برضو. اول حاجه ان التلبيسه المستخدمه فيها معدن. يعني انا جايبه هنا مثال للتلبيسه اللي بيور زيركون ما فيهاش معدن خالص، من جوه ما فيهاش معدن ومن بره ما فيهاش معدن. هاي التلبيسه اللي لازم الناس تسويها، بلاش التلبيسه اللي فيها معدن. ليه؟ لان المعدن اللثه بتبقى على طول جنبها المعدن، صح؟ على طول سنه الثانيه مع اللعاب ومع الميه. النتيجه بتبقى ان ممكن نسبه صديد بسيط يصدي المعدن اللي موجود. فالنتيجه بتبقى انه بيغير لون اللثه اللي جنبي. ففي الحالات اللي زي كده تيجي المريضه تحكي تلاقي خط اخضر كده مش حلو، لا لازم في الحاله دي ان احنا بنعمل تنظيف لثه وبعدين بنغير التلبيس وتعمل تلبيس اللي هي الاي ماكس او الزيركون. تاني سبب الفتشه. حصل فتشه، في فتشه هنا موجوده دخلت اكل عملت تسويس. التسويس بوظ اللثه وخلى لونها طبعا لون ثاني او لون ثاني. هتنظف اللثه وبعدين يتنظف السن من تحت ويتغير التلبيس. دكتورة احنا طبعا تكلمنا عن أهمية الوقاية ويعني والتشخيص المبكر وغيره، فعندنا اتصال. خلاص ناخذ الاتصال أول بعدين نسأل السؤال. مساء الخير. مساء النور. من معي؟ مع أروى. هلا أختي أروى، تفضلي الدكتورة تسمعك. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي. دكتورة شلونك؟ هلا حبيبتي، شلونك شخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. أنا رحت سويت جلسة عصب فاخر جلسه ما رحت لها وضرسي انكسر. فالحين انا لازم اروح اشيله، لكن وايد عندي رهاب قوي من دكتور لستون، وايد اخاف. عندك الم فيه؟ انا مو سامعه. لا لا الحين بس يغربوني لي اكل ما اقدر، ضرسي يتقلقل. اروى شنو الجلسه اللي قلتي سويتيها؟ علاج عصب؟ اي عصبي. من امتى سويتي اول جلسه؟ تقريبا والله قبل كم شهر بس ما وصلت، ما راحت الجلسه. ما راحت. والحشوه لسه موجوده المؤقته ولا طاحت؟ لا ما حطيت حشوه، كان المفروض اروح احط حشوه
يعني السن مفتوح؟ ايش المفتوح؟ مفتوح؟ إيه. ايه ما راحت جلسة الحشوة وهي عندها رهاب من طبيب الأسنان فخافت انها تروح تكمل. لا كده حضرتك لازم تروحي تنظفي السن، لان اللي حصل انه الدكتور بعد ما نظف العصب الحشوة اللي كانت الموجودة المؤقتة دي طاحت، فدخل بكتيريا وبقايا اكل من برة للداخل لجوه السن، فكده حصل تلويث للسن وللعظم. فلو سبتي السن هيتكسر وفي نفس الوقت هيعمل لك التهاب تحت في العظم هنا او فوق حسب السن. فلا حضرتك لازم تروحي للدكتور تاني يعمل تنظيف من الاول تاني، وبعدين يحط لك شويه ادويه تعمل يعني تنظيف تقتل البكتيريا، وبعدين حشوه. ودلوقتي الطرق الجديده في التنظيف وفي علاج العصب مش مؤلمه اطلاقا اطلاقا، وخصوصا في حاله حضرتك لان السن بتاعك ميت اصلا، يعني ما فيهوش عصب حي خلاص، فمش هيوجعك خالص. يعني حاله حضرتك بالذات مش هتتوجعي، بالعكس ده يعني يعني الدكتور مش هياخد وقت في الشغل معاكي، بس هي مجرد تنظيف وحاجات للبكتيريا وخلاص. جلسه التانية بتقفلي السن، خساره لو اتكسر صعب تعوضيه. فنصيحتنا لك اروى لازم توجهين حق الدكتور، لا تخافين امورك ان شاء الله تمام وعلى الشر يا رب. دكتور احنا عندنا تقرير، بس قبل ما نتوجه حق التقرير بكمل سؤالي في البدايه. احنا كنا نتكلم عن الوقايه، طبعا احنا نقول وقايه فرش اسنانك، استخدم الفلوس خيط الاسنان، استخدم الماوث واش وغيره، بس شنو الطريقه الصحيحه لاستخدام هذه الادوات؟ يعني احنا قبل الهواء كنا نتحكي يمكن بعض البحرينيين او بعض الناس ما يستخدمونها بطريقه صحيحه. هي بيحبوا ينظفوا كويس قوي، نعم، فالنتيجه بتبقى انه بيعمل شلون. انا معايا فرشه اسنان، ايه براوي الساده المشاهدين يعني طريقه التفريش، لان دي مشكله انا بشوفها يوميا في العياده يمكن 3 4 5 10 مرات. دلوقتي اغلب الناس بتعمل ايه؟ بتعمل كده، هو واقف قدام المرايه اهو بيعمل ازاي؟ ماشي، وبعدين يوم جاي يعمل كده، وبعدين ده الطريقه الناس بتعمل. الناس بتعمل فوق تحت فوق تحت، ترفع اللثه اللي فوق لفوق وتنزل اللثه اللي تحت لتحت، فتعري الجدر، والنتيجه حساسيه جامده جدا مع البارد. ادي اول حاجه. تاني حاجه بيعملوا كده بالعرض، فالنتيجه انه بيعمل تسويس، بيكحت السنان كلها، فيجي بكل اسنانه فيها زي بدايه تسويس، وبعدين يتعمل حساسيه جديده جدا مع البارد. كويس، فمن فضلكم اولا الفرشه لازم تكون سوفت او ميديم بالذات لكبار السن. تاني حاجه تفتح بقك، مش وانت قافل، تفتح كده الفم، وبعدين تيجي الصف اللي فوق، انا واقفه اهو ده من المرايه، الصف اللي فوق من فوق لتحت، وتبعد الفرشه من فوق لتحت، مش كده كده ما عملناش حاجه، بالعكس من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت. لو اتلخبط يبقى حركه دائريه، الجزء اللي ورا حركه دائريه، دي لا خالص، حركه دائريه حركه دائريه، وبالعكس تحت وانت فاتح من تحت لفوق وتبعدها من تحت لفوق وتبعدها من تحت لفوق وتبعدها، وبعدين هتعمل تفرش هنا وتفرش هنا، والجنب اللي من هنا من بره لازم تعمل راوندد موشن، حركه دائريه. بالطريقه دي لا بتكحت الاسنان، لان بيجي لنا ناس كتير جدا عندهم المشكله دي، كل اسنانهم مكحوته من فوق بسبب الطريقه. ايه يعني هنا مبين شويه، لو الكاميرا هنا مبين شويه، اهي باللي بيحصل كده بالظبط، اللثه بتنزل، الجدر بيتعرى، والحته دي بتتكحت كلها، بتعمل حساسيه وبتعمل تسويس، وده اخطر انواع السوس. الدكتور بالنسبه حق المده وكم مره في اليوم انه المفروض انها التفريش؟ ايه 3 مرات في اليوم، نعم، بعد الفطار بعد الغداء وقبل النوم، نعم، بفرشه ناعمه او ميديم. وفي مده معينه يعني تنصحين فيها؟ دقيقه يعني دقيقتين، ايه 2 مينيتس 3 مينيت لو هو هينظف، يعني 2 مينيت 3 مينيت، وممكن شويه لسان، يعني لسان يطلع لسان لبره ويعمل كده على اللسان، ممكن 2 3 مينيتس اوكي، بس يعني 3 مرات. وبالنسبه للخيط، الخيط او غسول الاسنان كنت بسال، ايه الخيط؟ مش كل المرضى يحتاجوا انهم يسوون الخيط. الغسول ممكن تستخدم مرة أو مرتين في اليوم، ولا هو ناس بتستحب تستخدم الغسول يوميا، لازم تتأكد أنه ما فيهوش حاجة اسمها كلوروهكسيدين، مكتوب كده على العلبة من برة No CHX. الكلوروهكسيدين المفروض ما يكونش موجود فيه لو هو بيستخدمه يوميا. لو هو ما بيستخدمه لعلاج لثة، يعني أنا عندي مشكلة في اللثة وبستخدم كعلاج، يستحسن يستخدم مرتين في اليوم ويكون فيه CHX أو كلوروهكسيدين. تمام،
بيعمل مضمضة على الجنب اليمين والجنب الشمال، كل جنب تقريبا حوالي نص دقيقة لدقيقة. نعم. Very simple. وبعد ما يفرش أسنانه بيسوي. بالنسبة للخيط بس لو أنت عندك فتشات. في ناس عندها فتشات والتهابات في اللثة، عبال ما اللثة ترجع تاني في مرحلة العلاج، هم عبال ما اللثة ترجع تاني وتحصلها ريستورينج وتبقى جيدة، الأكل بيدش في النص. فبس بالخيط مرة أو مرتين في اليوم، هو بيبقى عارف فين مكان بيدش فيه الأكل. فبيعمل بالخيط مرة أو مرة بس، مش كل الناس تحتاج. لا هو أهم حاجة التفريش. دكتورة، عندنا تقرير نأخذ أعزائي المشاهدين. فريق العمل اشتغل على تقرير عن مشاكل اللثة وعلاج العصب والتيجان وتركيب التيجان. خلينا نشوف هالتقرير ورادين لكم إن شاء الله. الأسنان هو عضو بجسم الإنسان يتأثر وتصيبه الأضرار والأمراض مثل بقية أعضاء الجسم، وسنستعرض أهمها وأكثرها شيوعاً. أولاً، تسوس الأسنان. ويحدث تسوس الأسنان بسبب تراكم مادة البلاك على الأسنان واتحادها مع السكريات وبقايا الطعام. ثانياً، حساسية الأسنان. وتحدث حساسية الأسنان بسبب عدة عوامل مثل حدوث كسر في الأسنان أو تلف طبقة المينا أو تسوس الأسنان. ثالثاً، التهاب اللثة. ويعد التهاب اللثة من الأسباب الرئيسية لفقدان الأسنان عند البالغين، ويسبق الالتهاب عدة عوامل منها التدخين والإصابة بمرض السكري وجفاف الفم في حدوث الالتهاب. رابعاً، تصبغ الأسنان. ويحدث هذا بسبب تناول بعض أنواع الأطعمة والأدوية، وكذلك التدخين يحدث تصبغات وبقع متنوعة الألوان. خامساً، تآكل الأسنان. ويحدث هذا بسبب مهاجمة الأحماض لطبقة المينا. سادساً، كثرة عدد الأسنان. ففي بعض الحالات النادرة يمتلك بعض الأشخاص عدداً زائداً من الأسنان، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تشقق في الحنك. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، نكمل محور حديثنا مع الدكتورة أسماء عبد الحميد. دكتورة، الحين نكمل محور حديثنا، نتكلم عن نزيف اللثة، أسبابه وعلاجه. في يعني سبب مهم جدا ورئيسي، وهو الأغلب الناس سببين رئيسيين، وفي أسباب تانية فرعية. أول سبب هو الجير. تمام. الجير، المريض أكتر ناس بيبقى عندهم مكان فيه جير هو هنا وهنا فوق. مش بينظف، ما بيحبش يروح لدكتور السنان، فتبقى النتيجة ان بنلاقي كمية تكلسات غير طبيعية. تضغط التكلسات دي على اللثة، وطبعا التكلس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بكتيريا متكلسة، مش بس بكتيريا يعني ممكن تنظفها كده ولا تروح بالماوث ووش، لا دي ثابتة كمان على السن. فطبعا مهما تنظف بالفرشة ما بيروح، فلازم يروح للدكتور ونشيلها بحاجة اسمها ألتراسونيكس. بنشيل بيها زيارة خفيفة، وحتى ما بتبقاش مكلفة وسريعة، والمريض دي كل 3 شهور، وفي مريض كل 6 شهور حسب المريض. تاني حاجة، الحشوات القديمة. وده من أحد الأسباب الرئيسية، حشوات من الجنب قديمة عملت إيه؟ الحشوة القديمة فيها تسويس، منها للثة بكتيريا، بكتيريا ترجع تاني للسن، ومن السن تفضل بقى بكتيريا رايحة جاية من السوسة للسن، من اللثة وللثة، وهكذا تيجي المريض بكمية التهاب في اللثة غير طبيعي. مجرد بس ما ألمس اللثة نافورة الدم دم يعني كتير جدا. وهو حتى المريض بيشتكي بيقول أتمضمض دم، وفي مرضى من كتر ما عندهم التهاب بيقوم من النوم يلاقي دم على المخدة. تالت سبب وفيري كومن، التدخين. طبعا ده من الأسباب الرئيسية. فالمدخن لو سمحت بخلي معاك ماوث ووش رفيع كده صغير، يبقى استخدم بعد ما تدخن. يبقى اول شيء اقلع عن التدخين طبعا. اكيد طبعا. لو سمحت من فضلك، وبعد كده يبقى يعني استخدم الماوث ووش. نعم. مش هيجرى حاجه. نعم. دكتوره، ندش الحين في مجال التجميل، تجميل الاسنان. نبتدي في البدايه بالتبييض. طبعا احنا نعرف في تبييض منزلي وفي تبييض عند طبيب الاسنان. شنو هي اساليب التبييض للاسنان، وشلون يعني يتم اختيار الصحيح لهذه الاساليب؟ التبييض نوعين، تبييض داخل العياده بالليزر. المريض بيقعد في العياده تقريبا ساعه او نص ساعه على حسب،
بنبدا نعمل نحط اسيد او نوع من انواع الاحماض على السنين الاماميه فقط، وبعدين بنحط الليزر على الفم. اوكي طبعا نبقى عاملين حمايه جامده لللفه وللخدود وللشفايف، لان النوع ده بيبقى قوي جدا ونتيجته بتبقى وقتيه. نعم تمام. يعني مثلا 2 سايكل كل سايكل 15 دقيقه مثلا، او 3 سايكل كل سايكل 15 دقيقه بيبقى موجود عليه، بتدي نتيجه ممتازه جدا. ممكن تفتح 4 درجات، وفي ناس مش بيجي معاهم نتيجه. يعني في ناس سنانها ما بتجيب، وفي ناس بيفتح كويس قوي. تمام. هل في ناس معينه يعني تنصحينهم بهذه غير عن ناس ثانيه؟ يعني مثل قلتي في ناس ينفعهم ناس ما ينفعهم، هل في مقومات معينه للشخص لما يجي العياده يقول لك انا بسوي تبييض؟ بشوف بشوف هو سنانه، لو الناس اللي سنانها بيضاء اساسا ما بيفتحش. اوكي. الناس اللي سنانها صفرة هو اللي بيجيب نتيجه كويسه جدا. يعني الناس اللي هي 3-4 درجات اصفر غالبا بيبقوا الكومبلكس بتاعهم فاتح. نعم. زي الاوروبيين مثلا. نعم. كل سنانهم صفرة. غير الناس السمر، الناس السمر تلاقي ما شاء الله اسنانهم بيضة. حتى لو جاء في عمل تفتيح هتفتح درجة مش هتفرق قوي. دايما بننصح انه يستخدم الهوم بليتش او التبييض المنزلي بعد تبييض الليزر مش لوحده، لأ اغلب الناس ما بيجيش معاها نتيجة لوحدها. فدايما بنقول الناس لا، اعمل لو سمحت من فضلك التبييض في العيادة وبعدين خد تبييض منزلي معاك البيت. بعد التبييض بيثبت اللون. بيثبت اللون. والمشكلة في حالات التبييض انه المريض لازم يقعد حوالي 4 أو 5 أيام ما بياكلش اي حاجات ملونة. لان السنان بتبقى مفتوحة، المسام بتاعت الاسنان مفتوحة، فلو اكل حاجة ممكن اللون يصير باللون بيلزق. فبس 4-5 أيام يعيش على دايت كده وياخد ميلك تشيك موس يعيش على الاشياء البيضاء. حتى الكوفي والشاي لازم يبتعد عنها. 4-5 أيام ما فيش اي لون، حتى مثلا البروكلي الفراوله ممنوعين. لهالدرجه؟ ايه ايه. بس رز ابيض وفراخ بيضاء وموس. وهل وش كثر دكتوره يسوي؟ يعني هل مره في السنه يعمل هذه الليزر؟ يعني لو قلنا مثلا الشباب اغلبهم بيدخنوا بيشرب كافي، فممكن اللون يرجع بعد 6 شهور مثلا. فبنقول له ممكن تعمل مرتين في السنه بس مش اكتر من كده. اغلب البنات بيبقوا ما شاء الله محافظين جدا، فممكن اللون يرجع بعد سنه مثلا او سنه ونص، سنة ممكن. فبتيجي تعمل بقى كل سنة تقريبا، لكن مش أكتر من مرتين في السنة. لا يفضل. دكتورة، بما أننا فتحنا موضوع تجميل الأسنان، خلينا نتكلم عن الفينيرز. كلمينا عن الفينيرز. الفينيرز دي تقنية حديثة الهدف منها هو تجميل الأسنان الأمامية. بنحط طبقة يعني زي شفتي الضوافر بالضبط، حاجة رفيعة جدا، كل واحدة عليه طبقة بيضة. ممكن عن طريق الطبقات دي نغير شكل السنان والابتسامة كامل. ودي بتنفع ناس كتير جدا جدا، تبقى أسنانهم مثلا صفر، عندهم حشوات قديمة وخلاص أسنانهم بقت صفرة، ما مش نافع معهم التبييض، مش نافع معهم أي حاجة. فبنركب لهم الفينيرز وبتقعد فترة طويلة جدا. لو اتعملت كويس واتعملت بخامة وتقنية حديثة ممكن أنها تقعد up to 10 years 10 سنين. أهم حاجة الخامة اللي معمول بيها واللزق اللي بنستخدمه واللاب المعمل اللي بيعمل الشغل علشان يطلع مظبوط وشكله حلو ويقعد فترة طويلة وكده. وطبعا المريض بيقدر يختار اللي هو عايزه. يعني احنا بنوري صور، المريض بيختار مثلا انا عايز السنه دي كذا طويله، السنه دي اقصر. طبعا الرجاله مثلا يحبوا السنان تكون شويه سكوير مربعه حاده، البنات تحب سنان شويه كيرف. تمام. بنعمل لهم حاجه اسمها تيست درايف، نعمل مؤقت ونحط على السنان تشوف شكلها في المرايه. اوكي تمام، لا قصروا لا طولوا. يعني بنقدر نتحكم في الشكل العام زي ما احنا عايزين. وهل تنصحين دكتورة كل اشخاص، يعني اي شخص يقدر يسوي، ولا اللي بس يعني اللي حالة اسنانهم تكون جيدة فهل تنصحينهم اذا كانوا يبون؟ لا، مو كل الاشخاص يعني حتى لو كانوا مصرين انهم يبون يسوون، حتى لو مصرين. احيانا في ناس اسنانها حلوة جدا هو بس عايز، هي موضة حبيبتي لا ما تسويش، لا انا عايزة اسوي. هي اسنانها مظبوطة وحلوة وجميلة وبيضة، لو عملت شوية تبييض بتجيب نتيجة جميلة. لا بس عشان الناس التانيين مسوين. بس في ناس تانية لا، مثلا عندهم زي ما قلت لكم الحشوات قديمة او عندهم فراغات رفيعة بين اسنان، ملي 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 بين كل سنة والتاني. ده لما بيسووا الفينير بيبقى شكلهم تحفة، يبقى حلو جدا.
دكتورة، بالنسبة حق التقويم، طبعا احنا نعرف التقويم التقليدي وحين في هبة مثل ما قلتي موضة التقويم الشفاف. شنو هو التقويم الشفاف؟ او خلينا نقول في البداية شنو هو التقويم، شنو اهدافه، وبعدين ندش في التقويم الشفاف. التقويم هو تصليح اعوجاج الفك والاسنان. نعم تمام. الأسنان لو هي معوجة شوية طلع البرة، في فتشات كتير بزيادة، سن طلع على سن، سن مدفون عايزين ننزله، فممكن ان احنا نحط الطريقة التقليدية اللي هي السلك، البريسز سلك، ويبدأ الدكتور كل فترة يغير من وضع السلك عشان يغير وضع الأسنان. هو بيحط قوة على السن، فورس، ضغط، وعن طريق الضغط ده بيقدر يتحكم في حركة السنان. أهم حاجة أنه يحرك السن من غير ما يعمل مشكلة في العظم. فلازم يبقى بطيء مش سريع. التقويم السريع ده مش ميزة يعني ولا حاجة، لأنه بيعمل ضغط زيادة على السنان. ولازم يكون من وقت للتاني في تنظيف لثة، لأنه السلك مشكلته أنه بيخلي الجير يتكون والأكل يتكون، والمرضى طبيعي ما بيعرفوش أنه حتى لو هو مريض نظيف وبينظف كل شيء ما بيعرفش ينظف بين السلك وبعضه. فطلعت الموضة الجديدة أو الطريقة الجديدة وهي التقويم الشفاف زي ده كده. ده التقويم الشفاف. فهل يعني يسوي نفس الشغل بس بدون الوايرات؟ مش في كل الحالات. الحالات المعقدة جدا ما ينفعلاش. بنعمل الطريقة التقليدية، بس أغلب الحالات بينفعها وبيكون نتيجته كويسة جدا. ليه؟ لأني أنا مش لازقة حاجة على السن، انا مش بلزق، انا يعني انا المريض بناخد قياس وبعدين بيعمل اللاب بيعمل الشغل ده، وبيلبس المريض حوالي 20 ساعه في اليوم، من 18 ل 20 ساعه في اليوم، هي نفسهم ده بيضغط على السنين بشكل معين بحيث يعيد ترتيبها. بياخد ممكن فتره اقل من العادي، واهم حاجه انه ما فيش حاجه ملزوقه، لا حشوه ملزوقه ولا جير ملزوق ولا اي حاجه، يقدر ينظف على راحته. ايه ينظف زي ما هو عايز ويدخل وقت خلاص. الاكل بعد اريح للناس. ايه هو بيشيلها وقت الاكل وبينظفها وبيلبسها تاني. بس مؤلم صح دكتوره؟ يضغط فاول ما تركبيه بس بعدين يتعود المريض عليه. المريض كله بياخد عليه. والفتره الزمنيه اللي يكون طبعا تختلف من حاله لحاله، بس يعني بالتقريب ايش كثر يلبسونه؟ لا حسب ايش كثر يلبسوه. لو عمل يعني قلنا 20 ساعه في اليوم، بس يعني لا هو من 18 ل 20 ساعه في اليوم بياخد وقت قد ايه توتال؟ حسب الحاله. في حالات بتاخد 6 شهور اوكي، وفي حالات بتاخد سنه، وفي حالات بتاخد سنه ونص على حسب الحاله، حسب السنان درجه اعوجاجها قد ايه. وهو بعدين هو مش بيلبس واحد ده، هو بيجي كل فتره يديني القديم وياخد الجديد بقى اللي هيغير الترتيب الجديد. أوكي. يقعد بيه شويه يجيب النتيجه بتاعته يديهولي اديله الجديد. أوكي. وهكذا لغايه لما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. نعم يعني في متابعه بطريقه انه يعني كل ما تغير شكل الاسنان غيرنا لحنا القادمه. بالظبط. هو ما بيبقوا ممكن 20 واحد بيجوا فوق وتحت 20 20 مثلا، او 15 15 حسب الحاله. أخذت اتصال دكتورة. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. مرحبا، من معي؟ شلونكم؟ الله يسلمك. معكم أم أحمد. هلا أم أحمد، تفضلي. سؤالي بخصوص ضرس العقل. أنا عندي ضرس العقل طالع باتجاه معاكس، يعني مو للأعلى للجانب. وعندي في نفس الوقت ألم في الفك، فهل هذه الضرس ممكن يزيد هذه الألم أو هو سبب هالألم؟ وشنو الطريقه الانسب عشان نشيله؟ نعم شنو الطريقه الانسب؟ الطريقه الانسب لان ازاله او خلع ضرس العقل. هو حضرتك نعم سويتي بطل. اشعه عليه؟ نعم سويت اشعه عليه. لما سويتي الاشعه طلع مثلا نايم بالعرض او بالطول؟ ايه نايم بالعرض. ايه بالعرض. نعم زي كده مثلا، هنا باينه في الموديل ده مثلا نايم بالعرض زي هاللون. ايه وعملك طبعا الم في الفك وما بتقدريش تاكلي. هو عندي الم في الفك، بس هل له علاقه بنفس الموضوع الضغط هو اللي سبب هذا الالم؟ هي بتسال هل الم الفك قد يكون من ضرس العقل؟ ايه طبعا. نعم. طبعا من احد الاسباب الرئيسيه الضرس العقل المدفون في وضع مش مظبوط، واحيانا بيكون ضرس العقل ضاغط على القناه العصبيه اللي هنا، بيبقى هو نايم بالعرض او نايم بالطول في وضع مش مظبوط وضاغط على القناه العصبيه، يعمل لك حيل هنا، يعمل لك الم، واحيانا ما بتقدريش تبلعي كويس، وصداع مستمر، وممكن الم في الاذن كمان. ده حضرتك لازم يتشال، بتاخدي مضاد حيوي وتروحي لاخصائي جراحه يشيل السن، وغالبا لو هو نايم بالعرض بيتشال جراحي، بيتفتح يطلع وبعدين يتخيط، بعد كده يجيلك شويه الم بسيط وخلاص.
وفي احيانا حالات تانية لا شويه بيبقى محتاج ممكن يجي لك الم جامد بعدها حبتين، بس اغلب الاوقات لا بيبقى شيله بسيط ان شاء الله يعني ما فيهوش مشكله، بس اهم حاجه انه ما يكونش قريب من القناه العصبيه. شكرا لك احمد معلت شرب. دكتوره احنا كنا يمكن مع احمد سبقتنا احنا كنا بنسال عن ضرس العقل، بس لو ناخذ خطوه للوراء ونعرف شنو هو ضرس العقل، ليش يطلع، وين يطلع، وشنو علاجاته يعني. ضرس العقل هو الضرس الثامن رقم 8 في كل جنب. يعني احنا لو جينا مثلا شفنا هنا هنلاقي ان في ضرس كده هنا موجود اخر واحد، ده الضرس الاول، السادس، السابع، ده الثامن، هنا الثامن اللي هو ثالث ضرس. تمام. طبعا احيانا كتير زي ما احنا شايفين هنا مفيش مكان له يطلع، مش موجود، مش عارف يطلع. الفك مثلا خلاص الفك وقف النمو على كده والضرس ملوش مكان يطلع فيه، فالنتيجه انه بيبقى مدفون او نايم بالعرض، او مثلا هنا مدفون مش قادر ومش لاقي مكان يطلع فيه. في ناس ممكن تقعد كده طول حياتها ما عندهاش اي مشكله، ضرس مدفون اوكي. وفي ناس تبدا تشتكي في الم زي الاخت الفاضله ما اتصلت، بيعمل لها الم، مش قادره احيانا، مش قادر ينام، مش قادر يبلع، صداع مستمر. ناخد الاشعه نلاقيهم نايمين كده مش لاقي، او موجودين في وضع مش مظبوط ومش لاقي مكان يطلع فيه. طبعا لو سبناه بيبدا يعمل بقى حواليه كيس صديدي. ففي الحالات لو المريض اشتكى منه اكتر من مرتين في السنه لازم ينشال، لازم ينشال، لانه مش هفضل عايش على المضادات الحيويه. وهل ياثر على تركيبه الاسنان ممكن ان يعني إيه؟ عشان كده دايما اخصائيين التقويم بيفضلوا ان هما الضرس ده بالذات يتشال، لان هو بيزق على قدامه. احيانا كتير يعمل ايه بقى، يعمل سوسه مع اللي قدامه، فيجي المريض اكل يتجمع هنا، فيجي المريض يشتكي من الضرس السابع الم فظيع. نشوف الضرس السابع ما فيهوش حاجه، ناخد اشعه نلاقي الضرس كله متاكل من ورا، الضرس السابع متاكل من الخلف. ليه؟ لان الضرس الثامن ضاغط عليه في الحالة، حتى لو كان مدفون بعد يضغط. ايه اهو يعني مثلا زي المثال هنا هو بيجمع اكل هنا، فعمل التهاب لثه، ومن اللثه بكتيريا على السن على طول عملت، وبتبقى هيدن ما تبانش. واسهل وصول البكتيريا للعصب لانه من طبعا من الجنب. من الجنب، من الجنب ومن تحت ومش باين. وكل شويه اكل بيتجمع، كل شويه اكل بيتجمع، وهو مش حاسس المريض غير لما بقى يجي الم فظيع، يجي يشتكي من الاثنين، ده علاج عصب وده التهابات. نعم. فهنيئا تي اهميه زياره طبيب الاسنان بشكل دوري على اساس ويعمل اشعه البانوراما. اللي هي الكبيره دي. دي مهمه جدا اشعه البانوراما. لان هي بتبين وضع السن الضرس العقل بالذات. دكتوره لو الحين نتكلم عن زراعه الاسنان، خبرينا من الحالات اللي يحتاجون زراعه اسنان وشلون تعملون زراعه الزراعه. زراعة الأسنان إن إحنا يعني المكان الفاضي مكان فاضي بنحط فيه زي بنقول برغي أو مسمار من التيتانيوم ومشتقاته، يعني ومعالج بطريقة معينة، بيتحفر في العظم ويتحط المسمار وبعدين يتقفل. هاي بعد خلع السن تسوون هذه البروسيس. أهم حاجة عشان نقرر إذا كان المريض مناسب لي إنه يعمل الزراعة دي ولا لا، ان يكون العظم اللي موجود كثافة العظم وكمية العظم جيدة. في اجهزة معينة وفي اشعات معينة بنقدر ان احنا نشوف منها اذا كان كثافة العظم جيد ولا لا. تاني حاجة الحالة الصحية للمريض، ما يكونش المريض مثلا عنده مريض قلب مثلا، السكر بتاعه مش مظبوط، في مرضى كده او بعد الشهر بياخد كيميكالز كيماوي او كده، فالمرضى دول ما يعني not recommended ان احنا نعمل لهم الزراعه. ففي الحاله دي بنسوي الجسر اللي هو سنه متعلقه وخلاص. لكن الزراعه بس احنا عاده بنفضل الزراعه، يعني دايما لو في اوبشن ان احنا نعمل زراعه وي جو فور ات، لانها السنه بيتحط وبعدين بنركب فوقيه سن كده خلاص ويتم بس خلاص. انا ممكن انظف هنا بخيط الاسنان زي ما انا عايزه، السن ده مستقل بذاته مش معتمد على اي حاجه تانية. يعني السن ده مش معتمد على دول. ففي الحالات اللي زي كده حتى لو مثلا فشلت العلاج ايه اللي هيحصل؟ هنشيل الزرعه وخلاص. انا ما تاثرش اي حاجه تانية معايا غير الجسر بياثر على السنين اللي بالظبط، لان انا لازم ابرد السن اللي قدام والسن اللي ورا واعمله. طبعا خيط الاسنان ما يدش هنا، فممكن بعد كده بعدين ممكن لو المريض مش بينظف كويس يجي له التهابات لثه. ثانيا لو حصلت اي مشكله في ده مثلا لازم اشيل الجسر كله وعالج ده
بعدين عليه ده. فلو المريض ينفع معاه الزراعة، الزراعة تكون أفضل خيار، الزراعة أفضل حل. لو طبعا لازم أخصائي زراعة اللي يشتغل. نعم دكتورة، عندنا اتصال، ناخذ اتصال بعدين نكمل الحديث. مساء الخير. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي. مين معنا؟ ابتسام. هلا اختي ابتسام، تفضلي. دكتورة سمعت. أهلا، ممكن أسأل الطبيبة؟ تفضلي، سمعت الدكتورة. هلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أختي، تفضلي. أنا من تقريبا من 3 شهور قمت سويت تقويم حق الأسنان بسبب الفتشات اللي موجودة فيه، لأن بعد الحمل والولادة صابني فتشات وايد. نعم. صار لها؟ بعد الولادة صار لها فتشات. تفضلي ابتسام. أها. فقال لي الدكتور ان بعد ان عضة الفك متسعة عندك، لان الفك العلوي والسفلي ما ينطبقون على بعض. نعم. فقال لازم نخلع سن، هل هذا شيء منطقي او لا؟ انت ركبتي تقويم الحين؟ اي انا ما كبت تقويم. بس عشان نعالج بعد عضة الفك. قال لازم تخلعين سن. نخلع احد الاسنان. نعم. ركبت تقويم هذا يعني ما هي بعد مو الحين. اي بعد الحين. انا بأسأل هل هذا صحيح او لا، لان في بعضهم يقولون لا، يعني شلون يبي يخلع الاسنان واذا خلع يعني هل انه حيحط نزرع سن بديل ولا ان شاء الله مع الفك يتم التئام ان شاء الله التقويم يتم الالتئام. نعم ان شاء الله اختي ابتسام بنفيدك بالاجابه. هي كانت حامل وبعد الحمل صار زاد عندها الفتشات في الاسنان، راحت توجهت لطبيب ركب لها تقويم. فقال لها انه لان الفك عندها في مشكله، في تقدم في الفك الفوقي والتحتي. قال لها انه في سن لازم يخلع. فهي عندها سؤال ان هل خلع السن صحيح؟ صحيح ولا لا؟ بصي حبيبتي، احيانا كتير بيبقى الدكتور محتاج مسافه عشان يضم فيها الاسنان، فبيضطر يخلي المريض يخلع الرابع او الخامس، يعني واحد بس من كل جنب. بس لو انت عندك فتشات اصلا، ليه قالك هتخلعي؟ يعني لو انت عندك اصلا فتشات في السن، يعني انت عندك مسافه كافيه تحركي فيها الاسنان، ليه الخلع؟ فيعني يعني احنا يمكن يعني صعب احنا يعني نوجه النصيحه الصحيحه. يعني انا مش عارفه ايه السبب، السبب اللي خلى ان لو هي عندها فتشات ليه هتخلع؟ فقد يكون ممكن في يكون سبب. آه يعني لا ما هي يعني كانت تقول علشان ما تنطبق العظمه، يعني صاير الفكين مو مثل المستوى. اوكي، بس هو عندها مسافات كفايه. فبعد ممكن علاج التقويم ممكن ان هذه الحاله تتعالج. ممكن تتعالج طبعا، ما فيش مشكله. يعني لو حسب المسافه اللي الدكتور محتاجها. يعني لو السنان متركبه على بعض وايد، الدكتور محتاج انه يخلع شويه سنين عشان يرصهم تاني. فلو انت سنانك متركبه على بعض، الدكتور لازم يخلع، هيخلع سن في كل جنب عشان يشد الاسنان ويرتبها لك مظبوط. بس انا عايزه افهم، انت عندك فتشات، ايه لازمه الخلع؟ يعني انا دي مش قادره. فاحنا يمكن سامعنا على الخط معانا لسه، يمكن احنا يعني نطلب منها تتوجه لطبيبها او يعني طبيب الفحص. يعني تشوفي فحص لان يمكن شوي ما صار، او يمكن تحت الهواء اذا اضطرش لنا المعلومات يمكن احنا نفيدها بالاتصال بها. دكتوره، احنا يمكن ما تكلمنا عن موضوع الاطفال وكيف التعامل معاهم في العياده. يعني مثل ما قلنا احنا من الكرتون اللي نشوفه وشلون الابره الكبيره فيعني شلون طريقه التعامل معاهم في الاطفال؟ شلون تودين منهم هذه الرهبه من طبيب الأسنان؟ أول حاجة الأب والأم. الأب والأم من فضلكم ما تقولوش خالص كلمة إبرة دي. يعني المريض يجي مثلا الأب يقول لا لا يا الدكتورة مش هتديك إبرة. إيه طب بوظت لي ده، أنا عايز أعمله ده، أنا يعني عمال أحكي للطفل قصص وحكايات إن مفيش إبرة. هو أنا هديله دواء والسن هتنام، وعمال أحكي له قصص، ويجي الأب في الآخر يقول لا لا يا الدكتورة مش هتديك إبرة. طبعا أنت دمرت لي كل أنا كله راح. أو من البيت إذا كان شيطان يقول له بيوديك الدكتور يعني إنه يعني أحيانا بخلي الدكتور طق إبرة، إذا ليش تسوي كذي؟ يعني بلاش، لأنه هو كده أنا يعني الدكتور عند الطفل هو واحد هيديله ابره هيوجعه. احيانا كتير لازم بندي للطفل ابره، خصوصا لو بنعمل حاجه لها علاقه بالعصب، وده غالبا ما بيحصل. مفيش طفل هيجي يعني اب وام هيجيبوا طفلهم للعذاب ده الا لو في الم شديد، غالبا ما بيكون. فاول حاجه احنا يعني بنعملها ان احنا ما بنشتغلش مع الطفل او الزياره.
خالص، او بنعمله اي حاجه ملهاش علاقه بالوجع، يعني اي حاجه بعيده عن الوجع، مثلا نعمله تنظيف خفيف لو عنده مثلا سوسه صغيره نعملها. تاني حاجه بنعرفه على الادوات، يعني لو اول مره يروح عياده اسنان وده يبقى مريض طفل كويس لانه ما عندهوش باد اكسبيرينس من قبل كده، هو ما راحش الدكتور خرعه او ضايقه من الشغل، فهو جاي لي لسه كده طازه حلو بالظبط، استلمه بقى ابدا احكي قصص وحكايات شويه، تعالى شوف الادوات بتاعتنا، اخليه يمسكها يجربها وما نعملش حاجه، وياخد معاه اي حلويات، مش حلويات بيبقى هدايا حاجات زي كده وهو ماشي. بس هي دلوقتي هو جاي يعمل ايه؟ هو جاي هيز هافينج فان، يتعرف على بس يتعرف عليا انا وناخد صوره ونتكلم عشان يتعود بس خلاص ما عملناش حاجه. تاني زياره نبدا بقى نشتغل، طب بوصي الاب والام ان هم من فضلكم اتكلموا عن الحياه الجميله اللي هيشوفها في عياده الاسنان، بلاش كلمه ابره خالص. بعد كده بقى بنقعد نوصف الحاجات بمواصفات تانية، يعني مثلا انا مش هديك ابره انا هديك دواء، مش هنحط حشوه لا احنا هنحط معجون، هنحط حاجه بيضه، شوف سنانها بيضه ازاي، شوف اسنان بوريه، بخليه يمسك الحشوه بديله حته حشوه يلعب بيها. مثلا تعالى شوف الشاور، المكنه بتاعت الاسنان، بص الشاور بتاع السن، انا بغسل السن، بقعد احكي له قصص وحكايات، وبعدين علشان اهيئه نفسيا انه يحبني، فلو في شويه الم يقدر يتقبلهم. يعني لو ما عملتش كده مش هيقعد، هتكون مشكله إيه، وغالبا بيبقى جاي متالم والاب والام تعبانين لانه هو ما نامش طول الليل ولازم نتصرف، او يجي منتفخ لو سبته، فلازم نعمل اي حاجه بحيث ان هو يقعد على الكرسي ونعمل تريتمنت عشان هو الطفل، عشان هو الطفل يبقى يقدر ينام ويقدر ياكل. دكتورة طبعا احنا وايد سألناك أسئلة صح تعبناك معنا لا لا لا، بس قبل ما نختم دكتورة نبيك تكلمينا عن أسباب وعلاج رائحة الفم الكريهة. رائحة الفم الكريهة أسبابها عدم التنظيف، ده لو من السنين، مش المريض هو مش بينظف، ممكن يكون عنده حاجة مش نظيفة، صديد، مشكلة في اللثة، حشوات قديمة، أي حاجة. تاني حاجة الدخان السيجرتس، إنها بتخلي الفم ناشف very dry، فبالتالي بيعمل ريحه مش مظبوطه. احيانا بقى بتكون المشكله من الجسم، زي مثلا مرضى السكر بيبقى ليهم ريحه كده، ايه ممكن يكون من البلعين. فلو احنا خلاص عملنا يعني اتاكدت ان سبب الريحه اللي مش حلوه هو الاسنان، في الحالات اللي زي كده اول حاجه بنعمل بنشيل السبب، سواء كانت حشوات مش مظبوطه او جير، وننظف لثه، وبعدين نبدا بقى ندي المريض حاجات يسويها في البيت، اللي هي فرشه ومعجون، وغير المعجون، بديله معجون معين حق اللثه، ماوث واش، مضمضه يوميه مرتين في اليوم، خيط الاسنان لانه غالبا بيبقى عنده جيوب كتير جدا في اللثه، واحيانا بدي جل للثه، في جل موجود للثه بس يدهن بيه اللثه من وقت للتاني، بيعمل علاج مكثف مثلا لمده 10 ايام بتروح. بعدين يواظب بقى، لانه لو ما واظبش بترجع تاني، لو الاسباب يعني انه مش بينظف اسنانه هترجع تاني المشكله. ترى يمكن احنا الوقت داهمنا، بس يعني بغينا نشكرك على المعلومات الجدا مفيدة، يعني فعلا حلقة جدا جدا كانت ممتعة، شكرا جزيلا لك دكتورة. أعزائنا المشاهدين كانت معنا اليوم الدكتورة أسماء عبد الحميد أخصائية علاج التيجان والجذور، نشكر الدكتورة على المعلومات والحضور، ولنا معاكم لقاء يتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله. في الختام نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، مع السلامة. مع السلامة.